Is there something on my face? هذا يحكي وياي؟ Every game tells a story. Is your story wasted ammo? لا 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 شوف لازم يسوي ريلود ثلاث ثواني من ترمي بام. مرحبا بك في دوري هدر الذخيرة. هل أنت المتصدر؟ السلام عليكم شباب، وياكم أحمد من شركة لايف. رجعت لكم اليوم بلعبة جديدة تقريبا صار لها 10 أيام نزلت من تطوير المبدع علي العبيدي. اللعبة اسمها الكيان اليوم الأسود Entity the Black Day. طبعا ما رضوا وياكم يا راح تشوفون لعبة مبينة كلش حلوة صراحة، فخلونا نبدأ بيها وخلونا نشوف شنو اللعبة اللي تحكي عنها. أنا عالق في هذا العالم منذ وقت طويل، ليس هناك أمل ولا مخرج. لقد نظرت إلى السماء ليلاً وحدقت في القمر كثيراً، لكن لا القمر قمرنا ولا العالم عالمنا. بدأ كل شيء في العراق عام 2006 في شركة بلاك ووتر الأمنية التي كنت أعمل فيها. قتلت الكثير من الناس، الكثير، حتى أصبحت غارقاً في نهر من دمائهم. الندم لم يعدهم للحياة ولن يغير شيئاً مما فعلت. لم أعرف الندم إلا في هذا العالم، وما زلت لا أتذكر كيف وصلت إليه. لم أؤمن أبداً بوجود شيء اسمه الرب حتى وصلت هنا. أنا هنا أسمع بدون أذني وأفكر بدون عقلي وأرى بدون عيني وأشعر بكل شيء. لدي جسد آخر ليس جسدي، فمن أنا حقاً؟ أنا الكيان وأنا شيء آخر يختلف عن الجسد الذي كنت أعرفه هناك. آخر ما أتذكره هو أنني كنت في قافلة عسكرية عائدة إلى القاعدة. كنت قائد المجموعة 009 للعمليات السوداء. لا أعرف إذا كنت قد متت أم ما زلت على قيد الحياة. هذا العالم يبدو لي كالحلم المستمر الذي لا أستيقظ منه. كل شيء في هذا العالم يسوده الهدوء على مدار السنوات الماضية، حتى ذلك اليوم الذي سقطت فيه المدينة الخضراء التي سميت لاحقاً المدينة الحمراء بسبب عدد القتلى فيها. ظهر أعداء لا حصر لهم مثل النمل وأصبحوا يدمرون كل شيء. لم يسلم أحد منهم سواء كانوا بشراً أو حجر. الأماكن التي ينتشرون فيها تصاب بحالة غريبة لم نفهمها فسميناها النشاط. الطقس يصبح متغيرا والبوصلة تتشوه، حتى الأقمار الاصطناعية لا تستطيع إظهار ما يحدث. في اليوم الأول تم استدعاء الجميع بما في ذلك مجموعتي. في غضون 10 ساعات فقط سيطر النشاط على المدينة بأكملها، مخلفين الآلاف من القتلى. خلال 12 ساعة وصلت قواتنا إلى أطراف المدينة وقمنا بتطويقها. لم نفهم ما يحدث سوى من خلال شهادات الناس التي روت لنا سيناريوهات خيالية لا يمكن تصديقها. ومع ذلك في هذا العالم كل شيء غير منطقي بحد ذاته منطقي. بدأنا التحضير لهجوم كاسح باستخدام 240,000 جندي معززين بقوة نارية ضاربة. النشاط كان ينتشر وسيصل إلينا. بدأت المعركة في المنطقة الشمالية التي انهارت بعد 12 دقيقة فقط من المعركة. بعد ذلك بقليل وصل النشاط إلينا وبدأت المعركة. كانت معركة طاحنة، خلالها استخدمنا قوة نارية لم نستخدمها في تاريخ حروبنا. هجمت علينا أشياء نسميها المسوخ وقتلناهم جميعا، حتى لم نعد نرى أي أرض أمامنا لأنها امتلأت بجثثهم. بدأنا بالفرح حتى صاح أحد الجنود: انظروا. فأصبحنا ننظر، هل كان يقف هناك؟ هل كان واقفا طوال هذا الوقت أم ظهر فجأة؟ لم نعرف، لكننا لن ننسى شكله. كان ينظر للأسفل ثم رفع رأسه ونظر إلينا، وخلفه بدأت تظهر مثل البوابة الكبيرة من الدخان. ظهر من خلفه 8 أشخاص أو أشياء تلمع، لم نعرف كيف نسميهم حتى أطلقنا عليهم لاحقا اسم زعماء الحروب. فتحنا النار عليهم، ولكن الرصاص والصواريخ كانت تتفجر أو تتبخر عند الاقتراب منهم. ثم رفعوا أيديهم إلى السماء وبدأوا يمطرون بصواعق كثيرة لم نعرف من أين تأتي. أعطبت الآليات وقتلت الكثير منا، وعندما ظننا أنها انتهت بدأت السماء بالمطر علينا بنيازك ودمرت كل شيء. بدأنا نهرب ومعظمنا كان يموت وهو يركض من أجل حياته. لم ينجو منا سوى القليل. فقدنا 200,000 جندي وأكثر من 120,000 مدني خلال أسبوع واحد فقط. وبعد ذلك بدأنا بإخلاء كل منطقة يتجه إليها النشاط من السكان، فلم نعد نهاجمه بل نقوم فقط بتطويق أماكن انتشاره.
وتوقف توسع انتشاره بعد مدة ولم نعرف السبب. استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أشهر حتى ذلك اليوم، وبينما كنا عائدين من دورية روتينية إلى نقطة المراقبة، قال لي النقيب في النقطة أنهم قبضوا على فتاة كانت في الفندق الذي لدينا نقطة مراقبة أمامه. المدينة كانت قد تم إخلاؤها بالكامل قبل عدة أشهر من السكان. ذهبت وسألتها عدة أسئلة، من هي وماذا تفعل هنا وكيف وصلت، ولكنني لاحظت شيئا غريبا في سلوكها. هذه الفتاة تختلف تماما عن الجميع في هذا العالم وفي الواقع، حيث يكون وعي كل شخص تحدثت معه محدودا، بينما هذه الفتاة تبدو مختلفة تماما عن الجميع هنا. بدأت في التفكير حتى قاطعتني أصوات المروحيات التي مرت فوقنا. كانت تلك مروحيات استطلاع نعرفها جيدا، لأنها لا تتحرك إلا إذا كان هناك شيء جديد. ثم جاء اتصال يخبرنا بإخلاء نقطة المراقبة على الفور والانسحاب. بدأ المتحدث معنا يتلعثم وسكت. قلت له باستغراب، سمعتك بشكل واضح، سننسحب على الفور. فقال بسرعة، لا تستطيعون، لقد انتشر النشاط في الطريق وهو متجه نحوكم بسرعة، سنقوم بإرسال مروحية إخلاء، ستصل بعد 10 دقائق. قلت له، فهمت، ربما ليس لدينا 10 دقائق. أمرت القوات بالاستعداد لصد هجوم قادم باتجاهنا. بعد ذلك بدأت الأضواء تنطفئ أمامنا، فأمرت بإطلاق شعلة إضاءة في السماء. لم أنس ذلك الشيء وذلك المشهد الذي تكرر اليوم مرة أخرى، اليوم الأسود بنفسه واقف أمامنا بنفس الوقفة. حصلت معركة المدينة المنكوبة، وتمكن جميعا من الانسحاب وأخذ الفتاة معنا. ولكن قبل أن نصل إلى المروحية كانت الفتاة تقف متجمدة وتنظر في الاتجاه المعاكس، فصاح أحدنا عليها فدخلت المروحية. كان الجميع مندهشين من نجاتنا، إذ كنا مجموعة من 12 عسكريا فقط، حتى نحن كنا متفاجئين. ولكن بالنسبة لي كان هناك المزيد من علامات الاستفهام، فسألت الفتاة على الفور، لماذا كنت متجمدة هناك؟ فشرحت لي ما حدث معها، وهذا جعل كل شيء يبدو منطقيا الآن، وفهمت ما يجري. فقلت للجميع، الفتاة هي الحل، وضربتها على رأسها فأغمي عليها، ووضعت خطة محكمة للتخلص من اليوم الأسود للأبد، وسنقوم بذلك فقط نحن المجموعة. نظريتي كانت تقول إن الفتاة هي سبب هذا النشاط، وأنه كان يسعى خلفها الخوف والندم والمشاعر التي كان الإنسان يخفيها في داخله في العالم الحقيقي، لا يمكن إخفاؤها هنا، فهي تتجسد بأشكال مختلفة منها الوحوش. وربما هذا النشاط كان اليوم الأسود ضعيفا في المدينة المنكوبة، وسيكون أكثر ضعفا بكثير إذا تركناه مع الفتاة في قلب المدينة الحمراء التي تحت سيطرته، وحينها سنستغل الفرصة ونقتله. ولكن في البداية علينا أن نقوم بالدخول إلى مناطق سيطرة النشاط لتنفيذ الخطة. لقد تم تقسيمنا إلى 4 مجموعات، وكل منا يلعب دورا مهما في نجاح الخطة. وهنا نوقف الحكاية، لكن الكثير ما زال ينتظرنا في الأفق. طبعا كلش حلوة سيدي، نحن جاهزون العلم العراقي، بس المباني يعني ما أعرف إذا كانت هي هاي وين، يعني لا عندنا بغداد، لا عندنا بالجنوب، لا عندنا، ما أعرف يعني. فكدقة لطيفة لعبة بعد هي يعني اللي تستخدمها هو أنت 1920، يعني ما تستخدم 2K ولا 4K، عمليات خاصة. فدري كابل القديم يقول لك الأشياء القديمة. القصة احنا افتهمناها انه هي قل لك يابا اكو كيان اسود هاجم مدينة متحولون كيان اسود من هالقبيل هذا، لكن حاليا شنو اللي عندك هسه؟ طبعا من ناحية تصميم ما اعرف اذا كان الدنيا دي هي الملك الغرمة كلير، بالقول كلير واجه الكيان الاسود، ما اعتقد جابوا البنية ويرضون يكون الكيان الاسود، فهو شو ما سوى رأيكم ويج كتابه ولا كمال عارفه ما تصير منتقل، ما اعرف انا نسيت الصوت شوية، ما اقدر انه انص الصوت من داخل اللعبة، لقيت على اداد الفكرة ما اقدر، فقررت انص الصوت من داخل التسجيل، اتخيل والسانة صوتي مجاي اقدر اسمع من احد شيء.
اكثر من صوت الموسيقى العالي، يعني راح اضطر من المحتمل انه من المحتمل انه يعني اروح اوقف الفيديو اروح اشوف صوتي واضح لا، حتى اذا مو واضح لازم اضطر. طبعا والله حلوه هاي، يذكرني فيلم ذا ماتريكس من ماتريكس لما يوقف او يتحرك من الطلق، يقول هو يوقف الطلق ويصير رماد حتى الصاروخ وقفه. التصميم حلو يعني كأنه مبين كأنه ما هي هايلو لعبة هايلو أجحها عليها. شرد أخوي شرد، والله كدقة حلوة لطيفة. صاروخ فجر بها رجحها على دبارته، والله يعني تصميمها كان مال هايلو يعني شوية لطيف حلو. ويا من جاي يحكي ويطلع انه يحكي بس ماكو لا ترجمة لا كاس. رجعوا كيان وين راح ما تدري بي. حلو لطيف الوضع والله حتى الان كدقة يعني زينة دقة جميلة. ما موجود الفضاء يعني سواء كان بنايات او مو بنايات وانما السماء غيوم وغيرها. هذول المتحولون انتيتي يعني المتحول عادي تقدر استخدام السلاح تقتلهم، لكن اتوقع الكيان الاسود ما تقدر. يلا ما اشي تقول هي اوكي سحب نفس واحد وذبحهم كان لطيف. هم اللي رموا قبله هم الجماعة. حلو آدم سوف تكون لك أسف هم بيننا اللي هو أنا المفروض آدم يعني اي حتى دقائق تحضر من الإنزال ونضغط ألفا. حلوة النايت فيجن جوجلز هاي. طب بعد ثاني بعد ثاني بأثرة بالله إن شاء الله تحديد. صوت الموسيقى كلش قوي يعني حتى ما جاي اقدر اسمع الصوت ما جاي اقدر اسمع صوت اللعب ولا جاي اقدر اسمع صوت الناس، بس مجرد موسيقى والموسيقى صوتها جدا عالي. صفر بالطيارة مالتهم المفروض هذا يبقى عايش. اي هو هذا بعد عايش. حركة ال حلو هذا حلو اللقطة كلش حلوة والله. هذا من هذا البنية البنية اللي بيها ذا الحل كل شيء بيها كل الحل على أساسية. هاي شجرة صاير وقع الجو إيه لأن أنا أتذكر إن شوفت فيديوهات عليها إنه هي جوة داخل داخل أنفاق أو بناية ما أعرف بالضبط، بس هي جوة الأرض. إيجار التحميل رجال انتظار. بدأت ويانا اللعبة. I know that in other games you will see instructions and controls on the screen. Hey. But in this game, the character, I will explain everything to you myself. First, let me introduce myself to you. My name is Adam. I am a former member of US Special Forces and working for Blackwater. So yes, I am a professional in military field and battlefield. Now let's us first talk about the controls. To move me, you will use these buttons, and I know you already know this because you have played a lot of games. Sprint. You will need to hold W and Shift. If you look to the far left, you'll find this bar that represents my energy for running.
If it runs out, I will stop running and I need to catch my breath until my energy returns again. Now let's talk about weapons and combat. As you can see, I own an advanced and custom M4 rifle, equipped with 35 bullets in the magazine. I also carry 5 additional magazines with me in my vest. Now, to aim the weapon. Hold right mouse. To shoot, press the left mouse button while aiming the weapon. The weapon has a relatively good recoil and is not annoying. You can use the mouse to deal with the recoil. To reload the weapon, you just need press it. It will take 3 seconds to reload. If I got hit while reloading the rifle, reloading will not be completed, and you will have to reload it again. Now I'll talk about the big gun. The AT for anti-tank missile. To use it, hold left control and keep your finger on it. Do not shake and do not make me move while aiming the weapon. Keep everything still and focus on the target and shoot. So, do not miss the shot. You must know that this weapon will not be available for use at any time because it can be used only once. Because there is one missile inside. We will use it at specific times where it becomes necessary to use. Now, if you come to the right of the screen, you will find the green heart and pulse. This will be my energy and health. The lower it will be, the more likely I will die. I think this is enough for now. If you need anything, I will talk to you during the game. And if you forget anything about the controls, you can always return anytime to the menu. Now, let's go. الجديد بس تضغط على الكنترول حتى تستخدم القاذفة. هسه هذا هو شخصيته. الراديو. الصاروخ القذائف. بس اللي حكاه هو قال انا من بلاك ووتر. قال من بلاك ووتر وهو علم العراق والسبيشال اوبس. شغل ال نايت فيجن جوجلز. حلو. يتحرك. قال لك كليك ايمن وترمي. ريكول مثل ما قال زين قليل. Do you think ammo grows on trees? Be careful not to waste it. Is there something on my face? ايش هذا يحكي وياي؟ يحكي وياي هذا؟ Every game tells a story. Is your story wasted ammo? لا لا لا. لازم يسوي ريلود 3 ثواني من ترمي بقى. مرحبا بك في دوري هدر الذخيرة. هل أنت المتصدر؟ يعني من ترمي يقول لك يا ب... Congratulations, you've become an expert at wasting ammo. أصبحت خبيرا في هدر الذخيرة. حلو، يعني لطيفة الفكرة معناته. يعني نطاني كاتسين كامل بس على مود يزحلك. W shift. I hope I will regret choosing this path instead of the forest storm. ماشي. يعني كاتسين كامل بس على انه يلا دبليو شيفت. بعدنا ستة ما تقدر تحكي على الدقة مالتها وهي يعني تشتغل النايت فيجن جوجلز. ماشي بيه. بانج ديب كوبي اوفر. Reading you loud and clear, go ahead. Roger. I need an update to my map data. I took an underground route. Over. One second. أكيد هو هذا الباب لازم يتفتح أنت يعني. Okay. It has been sent to your device. Over. Thank you, Adam. Out. حبيب آدم. We can now use map. Press M to open the map. شكراً.
شكرا على المعلومة. هذا أني. It looks like we're going another way into the small door. في شيء شوي تغير. شلون تحرك؟ هذه هي الطريقة اللي تحرك فيها. يعني كأنه ما 3D. بس أريد أروح هناك يعني ما جاي أقدر أشوف. يلا. والله هذه هي هنا. شوف راح خلينا أفوت منها لأن هي الظاهر هي قصتها بهاي البنايات. على ما أضغط على. نروح على الباب الصغير. إيه. طفل أي حلق. خروج. مكتبة شوية لطيفة. هذه شنو ممنوع الدخول لغير العاملين. هذه درج. شو تقول هنا أنا؟ وين إحنا؟ The door is locked. شكرا. باب مقفل. As before, locked too. يا بعلك يا بك. لا تقول لي رجعت أنا. The door is stuck on something behind it. Fred. وين أنا؟ اضغط اي بقوه راح افتحها. Damn, this is not good. صحيح. فك شنو هاي؟ شوف الدم مالتي نزل والنوب يعني مفوت. Here we go again. يعني شلون مفوت بعد؟ ارميهن. اي ارميهن. الو هنا انا ما قال له ويستنج ارمو رميت على شنو يريد هنا أنا. هذا اكيد سويتش تضغط اي وينه ضغطت اي بدون ما اطلع لفه عادي. I'll give you for minutes to solve the puzzle. If you can't, I'll step in and solve it myself. اقول اعطيك 4 دقائق اذا ما حلتها انا راح احلها. Channels تسلسل صيانه مهم شغال اكس اكس مع النقص يعني هسه شنو يريد؟ شنو ادوس انا؟ هذا شنو؟ خمر شنو اللي يقصد بهم؟ ها ازرق هنا اخضر هنا ازرق هنا ازرق هذا احمر احمر لازم هاي حمرة هنا وبعد شنو؟ بعد عندك حمرة هنا هاي الحمرة هنا وحمرة هنا ايش تبقى بعد زرق واحدة فوق واحدة هنا هاي طفيها يبقى الخضر لازم هنا اثنين خضر هاي زرق هنا حليتها والله هم زين قبل 4 دقائق حتى لا زحمة والله يا اخوي. Now if you look at the heart on the top right of the screen. اي You will find 3 dots. ثلاث نقاط. The green dots represent the number of injections I have. ماشي. The injection is used to restore my health. To use the injections, hold that key. To finish the injection, you have to keep me still and not move. ماشي. Now let's continue. أضغط على AI. حلو. لطيف. Looking for secrets. They're in the game. والله من ضوء على وجهك. والله من ضوء على وجهك يا اخي هذا يعني كلش بالضيم شغلته هذه شنو هذه ما ادري يعني جاي اضغطها بشو ما جاي فتح الباب
طيب طيب يعني ليش هو دارك ووتر برسونال سبيس؟ هنا برسونال سبيس هذي حاشيني اللي انا يجيلي سواو عليه معقولة؟ لا لا التعدد يعني كلش حلو التعدد والله حلو يعني بس يعني نقفز بس شنو وصل في درجة هنا وين ما هنا why this calf you caused my death with your quick style بس اتذكرها من هنا انا المقامات قدرة لما رفعنا ماشي يعني شنو يمكننا نسوي ولا لقيت واحد واحد السكن لو شنو يعني المطلوب من عندي شنو اسوي ها واحد واحد بعد ذاك الثاني سلامات روح راح يخل لا عندنا شيء شنو طلقات مو يحسب له الظهر على عدد الطلقات مو على عدد المخازن ولا عدد ست مخازن اقول والله شفتها يعني انا صحيح رايح من هناك وشنو يعني طريقة سحب المخزن او كل شيء حلو يعني حلو. احنا مشينا وياها ما ادري يعني هي هاي هنا او غير هالمكان ليش في هالاشرار But when you empty the magazine, don't forget to refill it. ممكن إذا تريد عادي. بس هم يحكي إذا أخذت يستخدم. فكرة لطيفة يا مال. هذا خلص الخزن. لا عدي هذا مخزن عدي أمو بوكس هنا. هذا خلص. Now run out of ammo. Find ammo. Ah. Let's get this done. I'll press on it or what? Ah, I'll get it تفريغ الخزان يجب إيقاف ماشي تفضل بس اصبر هسه اني هسه احاول اوقف الصيانة نظام الطوارئ ما تقدر اتاكد من السوي وانا اوقف واحد ذاتيا
مطلعين اللي جاي ينزل. ولا لازم ترجع هناك يعني؟ لا ما تقدر تضغط على اي وحده هناك، فلازم توقع ترجع هناك. توقع The valve is missing. Okay. اخذ هذا الفالف. لو تريد فالف ثاني اجيب لك. واحد وقف بعدك، واحد اثنين ثلاثة. لا اركض يا اخي. اذكر تعال اصلا سجرنا شي منك بعد. بعدك بعض منك يقول لك بالضغط على الاي. I'm not a beauty queen. اوكي آسف. I'm a game character. آسف 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 آسف. ما شرخ بالباب هذا؟ ماكو باب بالقاع. ما ينزل ويقعد وكذا. خاف يطلع لي من جوا القاع. The panel appears to be inactive. The power connection must be secured first. من هالطاقة هنا شكو. وهذه The panel appears to be inactive. The power connection must be secured first. مفروض تفهم يعني؟ انت لا تنكن؟ نيت لا تلاقى اي تلاقى زين لكن شلون اوصل له؟ Valve is missing. أدرى الباب missing. ليه أجيب لك الباب أنا هسه؟ هذا نضل ضغطين على الآي. You must really like my character. أيوة والله صدق صدق يعني كاركتر مالتك حلو يعني. سوقهم اثنين بقى بس واحد. زين ما اقدر اقلها تفضل فرصة. ايه انا هذا اصلا وضحنا قبل شوي. اكو شي شغل قبل شوي الكهرباء. هذا أدري ما راح ما بيفالف هنا أنا زين. Stop messing with the keyboard. Do you think I didn't notice? هذا أنا ضليت أضغط space و left alt و c و v فيقول لك كافي لا تحمل الكيبورد. هنا أنا أكو فالف يعني. زين وشنو اسوي له هذا؟ ادر الفالف مسك. ما يصير يقفز علي.
زين ترمي. The valve is missing. لازم اكو فالف هنا قريب يعني اخو ما اروح يجيبه من غير مكان هو. Think ammo grows on trees. Be careful not to waste it. من ذي لاتر مرة. Everything tells a story. Is your story wasted ammo? ما خلينا أرمي من يحكي. The valve is missing. حبايبنا شباب راح يكون هذا الفيديو مالتنا اليوم. حتى ما خليني اقول يابا نشوفكم فيديوهات ثانيه. مجموعه يعني لعبه كلش حلوه ولطيفه. تحيه لعلي العبيدي اللي سوى اللعبه. حسب ما وصلني الخبر انه هو سواها اللعبه وحده يعني بدون اي مساعده سواها على انريل انجن. كدقه اللعبه جدا لطيفه. صحيح هي تشتغل على 1920 ما تشتغل على 2K او 4K، لكن مع ذلك نقدر نقول انه هي يعني وفت توقعات، وال انه هي اللعبه حاليا يعني اكيد بالمستقبل لها تطويرات. هو شخص ان شاء الله له مستقبل جميل. ان شاء الله راح نكمل عليها فيديوهات ثانيه، لكن الان تعبانين فاريد الروح، فبس حبيت انه اسوي هذا الفيديو حتى اعرفكم على اللعب وعلى الشخصية. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانية. في امان الله.